ومن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قدر لم أمهده لوقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.